قال عن سلمى مضيف انك شخصيه مسالمه جدا الحمد وما لله فيش في المشاكل خالص وفي حالك قوي. ده خلى انه كتير من الناس اللي بتشتغل معاكي حقيقي يبقى عندها الرغبه ان هي تديلك من عندها. انت مش بتاعت مشاكل خالص يا سلمى. لا انا ما بحبش المشاكل من وانا صغيره ولا في المدرسه ولا غيره. بس مش عارفه يعني انا بحس ان انا لما بدخل فعلا اللوكيشن ببقى مركزه في شغلي وبجد كل الناس انا الحمد لله توفقت اني اشتغل مع غير ان هم ممثلين مهمين واقوياء هم بني ادمين كويسين قوي يعني وده توفقت فيه. بتبقى زي رزق كده انك تشتغل مع زملاء بجد كويسين ويساعدوك. فانا مش عارفه هم يعني ليه بس اللي انا شفته منهم لحد دلوقتي ان هم بني ادمين هيومن بينجز. فالهيومن بينج مش هيستخسر على الشخص اللي معاه ان هو يوجهه صح. طبعا يعني في وجود مخرج بيوجه برضو عايز يتكلم معاك بس في زملاء ممكن يدوكي احساس بالامان انك تمثل معاهم اصلا لانه في ساعات ممكن تبقى في رهبه انك تمثل مع حد. بيفرق معاكي الموضوع ده انك تبقي حاسه انك مطمنه ولا؟ يعني مثلا انا فاكره لما جيت مثلت في لدينا اقوال اخرى مع الاستاذه يسرا انا كنت مرعوبه. واول مره امثل مع استاذه هند صبري برضو استاذه رجاء في حلوه الدنيا حلاوه الدنيا كنت مرعوبه. فان الشخص اللي قدامك يهديك ويحاول يقرب منك ويقرب المسافات ده بي بي بيريح بيريح الممثل. الممثل لازم يبقى وهو بيمثل يبقى مرتاح ودي حاجه من ادواته اللي المفروض يستخدمها.